سنيه، اه يا سنيه، ماما ماما يا ماما وينك ماما؟ يلا سنيه. يا ميخ انا اكره المصاصة، يا ميخ ناكل هاي المصاصة يا ميخ. اوه شو قلبها، قلبها دول السكر. لا 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 يا ميخ. اخ سنيه، اخ يا سنيه، ماما ماما يا ماما وينك ماما؟ يلا سنيه. اخ يا ماما، يا ماما يلا نزيد ماما، انا هون يلا. يا ريتني ما عضيتهم أكل مصاصة، يا ريتني، يا ريتني ما اشتريتها، يا ريتني كنت اشتريت بس هاي العلكة. يا الله، يا الله اسناني، اخ يا اسناني، اخ يا اسناني. يا ماما تعالي تسمع مامي، يا اسناني، اخ يا اسناني، اخ يا اسناني، شمجاني، اخ اخ. فطومة، فطومة خير يا ماما؟ شو فيكي؟ اسفة، عديت عديت هاي، عديت. شو عديتي؟ عديت المصاصة. المصاصة اي، هي اللي هون؟ ماما انا ما قلت لك صار يوجعوني يا عمري. ماما انا ما قلت لك تشتري حلويات، سنك بيوجعك؟ ليش يا ماما؟ يا ريت ما جبت. يا عمري اشوف سنك، تعي ايو منهم، ايو جوا عم يوجعك؟ هذا. واو سلامتك يا عمري. ماما انا ما قلت لك لا تاكلي حلويات كثير؟ ليش ما بتسمعي الكلام؟ ليش اكلتي حلويات يا ماما؟ يا ماما اسفه ما تعيدها ابدا ابدا. يا عمري هلا شو بدنا نعمل يا حبيبتي؟ ما بعرف. نروح دكتور الاسنان؟ لا ماما لازم تروحي، سنك عم يوجعك اجباري بدك تروحي حبيبتي. خلص امري يا الله. يلا يا حبيبتي خلينا نروح دكتور الاسنان. يلا. يا عمري سلامتك سلامتك. اخ يا دكتور شو عم يجعني. ماشي ماشي يلا. افتحي تمك لشوف، اشوف. افتحي تمك. واو انت اكل كثير حلويات يا بنتي، واسنانك فيهم صوصه وعم تمشي بقلب سنك. انت ما بتفرشي اسنانك يعني؟ يلا. اه لازم تفرشي اسنانك، ما بيصير. لازم تديري بالك على صحة اسنانك وتفرشيهم. يلا ما بيصير. ليكي هلا سنك بده شلع، ليكي 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 السوسة بقلبه شلون عم تتحرك وعم تلعب واخذة راحتها. انت كلش قد بتفرشي اسنانك؟ بفرش اسناني بالليل والصبح. لازم تفرشيهم اكثر من هيك، تفرشيهم 3-4 مرات باليوم، لانه في سوسة، في سوسة بسنك. ما هيك؟ لازم كل ما اكلتي اكله تروحي تفرشيهم. واوعى تاكلي حلويات وتاكلي مشروبات غازيه تشربي، ما بيصير. لازم شو تعملي؟ تفرشي اسنانك وتاكلي اكل صحي. مو هيك يا فطومه؟ انت اسمك فطومه؟ والله حلو هالاسم يا فطومه. يلا يلا هلا شو بدنا نعمل؟ خلينا نشرح سنك.
اه ما بدي، خلاص بفرش اسنان. يلا وهي خلصنا. هاي هلا حطيت لك حشوة على سنك اللي عم يوجعك مشان شو تموت السوسة. ايه هلا شو تعلمنا يا فطومة يا حبابة؟ انه تفرشي سنانك وما تاكلي حلويات وتاكلي اكل صحي، مو هيك؟ يلا معافاية، يلا معافاية. وهي يا فطومة بعد ما رجعنا، شفتي شو قالت لك الدكتورة يا فطومة؟ قالت لك انه تفرشي اسنانك دائما، تديري بالك على اسنانك وتفرشيهم دائما، وتاكلي اكل صحي، وما ناكل اكلات مو صحيه. مو هيك يا فطومه؟ شو رح نعمل هلا؟ رايحين نقوم نفرش اسناننا. ها؟ وهي انا جبت الفرشاي والمعجون الاسنان. خليني افرش اسناني. أنا فرشت أسناني وصاروا كتير نظيفين وما رجعوني أبدا. يا أحبابي لا تعملوا هيك مثل ما صار مثلي، لا تعملوها، بيجعوكم أسناني، بس لا تاكلوا كتير حلويات، بيجعوكم كتير أسنانكم. يلا تنسوا اللايك وشيك وسبسكرايب وباي، اشتركوا بالقناة. ها شكرا لك ماما. شو بدها؟ بندورة وخيار وسكر. مرسو حفاضية وكل ما في حدا. خليني اروح العب، بس هدول راح اخليهم بايدي والعب. بعدين وين المصريات؟ لك وين ضيعتيهم؟ لك قومي شوفي وينهم؟ وين راحوا؟ لك دوري عليهم وينهم؟ فطومة فطومة. نعم. تعي ماما، ماما خدي هدول المصريات وروحي على البقالة بتجيبي لي سكر وبتجيبي لي بندورة وخيار، مفهوم يا فطومة؟ تعي شوي، تعالي خليني. فطومة ماما بتجي بسرعة، ما بتروحي هيك وهيك، ما بتلتهي على الطريق، بتجي فورا. يلا يلا ماما رقد، يلا فطومة رقد روحي. اجيب اغراض لماما، سكر وخيار وبندورة. لا 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 وسكر. هذا هو بندورة وبصل خيار، بندورة وبصل خيار وسكر، بندورة وبصلة، بندورة وخيار وسكر، بندورة وخيار وسكر. مرسو حفاضية وكل ما في حدا. خليني اروح العب. يا الله وين بدحت هدول طيب؟ قالت لي ماما رح تجيبي لي اغراض، بندورة وخيار وهذا وسكر. يا ابو شو بيساوي؟ وين بدحت هدول؟ خاص بحطهم في اللوحة، خاص هدول رح اخليهم بايدي والعب. Thank you.
وين فاطمة هلا تأخرت؟ لك يا الله وين مو مبينين؟ يا الله والله تأخرت كثير. أحسن شيء أروح أدور عليها برا. يلا ألعب شوي وأستمتع. لك يا الله وين هالبنت راحت؟ كل الشارع فاضي. لك وين راحت هاي البنت؟ لك انا بعدت عندك بس تجيب لي اغراضي وترجع. وين راحت؟ مو مبين حدا. وينها؟ مو بعد الشارع. لك وين هالبنت راحت؟ لك هلا هلا فرجيها بس اشوفها. لك يا الله وين هالبنت تأخرت راحت؟ لك وينك يا فطومة؟ لك يا فطومة؟ لك وين هالبنت راحت؟ لك يا فطومة؟ معقولة اجت لهون تلعب؟ رح أدور عليها، طولت كتير، وين راحت؟ يا الله منك يا فطومة. معقولة اجت لهون فطومة؟ هي على قطاطة، هناك عم تلعب بالمرجوحة، لك يا فطومة. ولي على قطاطة وقاعدة عم تلعب وأنا عم أقول وين راحت هاي البنت؟ ولي يا فطومة؟ لك يا فطومة؟ لك فطومة؟ ما؟ لك يا فطومة شو عم تعملي هون؟ لك أنا شو عملت؟ لك أنا لوين بعدتك؟ يا ماما لك أنا ما بعدتك تروح تجيبي لي أغراض؟ لك شو عم تعملي هون؟ بعدين وين المصريات؟ لك وين ضيعتي هون؟ ولك قومي شوفي وينهم؟ وين راحوا؟ لك دوري عليهم وينهم؟ ياخ لك وينهم؟ لك وين كنت عم تلعبي؟ كنت عم تلعب هون عم تمشى. دوري دوري وين؟ لا لا كل واعين من ايدها وهي قاعده عم تلعب ولا على بالها. روحي روحي قدامي على البيت، روحي قدامي على البيت، تعالي تعالي قومي قومي امشي من هون امشي. لك انا وين بعدتك؟ وين بعدتك يا فطومه؟ شو فوتك لهون؟ يا ماما شاهونا على العاب، كنت اجي العاب، شفت المرجوحه واجت العاب. لك يا اخ لك ليش هيك عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ انا قلقت عليكي وقلت وين راحت بنتي؟ يلا مشي مشي على البيت، مشي حسابك بالبيت، مشي 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 خلص ما بقى بدي غراض. يلا مشي يا فطومه مشي على البيت، مشي مشي حسابك بالبيت. انا ما قلت لك ما بتلتهي هون ولا هون؟ مو قلت لك بتجيبي الاغراض وبترجعي على البيت يا فطومه؟ شو قلت لك انا؟ ماما ارجوك سامحيني. لك انا هلقيت عليكي وخفت عليكي قلت وين هالبنت راحت؟ انا مو مشان هيك بس مشان ما تلخبط ايدي. انا مو قلت لك ما بتروحي لا هون ولا هون؟ اصبري ماما ما لعيده اصبري ارجوك ماما اصبري اصبري والله ما لعيده اصبري. انا والله خفت عليك كثير. خلص توعديني ان تكون هي اخر مره ما بقى تعيديها؟ بس ابعتك عدك كام بتروحي بتجيبي اغراضي وبترجعي فورا على البيت، ما بتروحي لا هون ولا هون، مفهوم يا فطومه؟ اخر مره، هالمره ما راح اعاقبك، هالمره سماح راح اسامحك، بس هي اخر مره، مو هيك يا فطومه؟ اخر مره ببعتك وبتعملي هيك. يلا يلا قومي على البيت امشي ماما. يلا على البيت خلينا نروح ننضب البيت بعد ما خفنا عليكي وقلقنا عليكي. يلا